ازاي تنسى يا قمر ليلك من حي نور يا قمر غيرك؟ ازاي تنسى يا قمر ليلك من حي نور يا قمر غيرك؟ صعب قوي، محتاجه ترتيب كبير قوي. فنسينا حكايه الفرح وليله الفرح وهنعزم الناس ازاي. وفي ناس طبعا كتير قوي ما قدرناش نعزمهم، وفي ناس كتير غصب عننا نسيناهم، واللي افتكر لوحده حتى من غير عزومه كان بيجي، لان هو عارف بتبقى دربكه وبتبقى حكايه يعني. بس الحمد لله طلعت برضه.